أسعد الله أوقاتكم. تصلح قصة الجندي المغربي حروش عقة قصة لفيلم سينمائي متميز بتوافر جميع العناصر المركبة للفيلم من بداية جيدة وتطور للأحداث وعقدة مشوقة ونهاية درامية بشكل كبير جدا. حكت ونسجت حول هذا الجندي العديد من القصص على أنه قاتل للجنرالات الخمس، كما أنه قتل بنيران صادقة رفيقه الكولونيل محمد عبابو، واقتحم في مشهد هوليودي مبنى الإذاعة الوطنية برشاشته A52، ونجا من الموت في أكثر من مرة، وكان الآلة القاتلة في انقلاب الصخيرات 10 يوليوز 1971. من يكون هذا الرجل القادم من جبال الأطلس المتوسط والمنتمي إلى عائلة فقيرة وتاريخ منطقة مشبع بالمقاومة والأحداث، وكيف نجا من الموت في الحرب العالمية الثانية وفي حرب الاندوشين، وكيف عاد إلى أرض الوطن سالما معافى، وكيف تتوطدت صداقته بالكولونيل محمد عبابو، وكيف أصبح ينظر إليه باعتباره المخلص والمنقذ، وما هي أدواره المهمة في انقلاب الصخيرات، وأخيرا كيف كان فراره من معتقل اف تروا في طريق زعير، وكيف كانت نهايته الدرامية. أسئلة نطرحها للغوص بعيدا في التركيبة النفسية لجندي مغربي سافر وجال وعشق الانضباط والالتزام وأصبح جزءا من سيرته وحياته. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا. الطفل عقة حروش من مواليد 1920 بعين الحمان بمريرت إقليم خنيفرة، ينتمي إلى عائلة بسيطة لا تعرف سوى الأمازيغية والإيمان بالعمل. نما الطفل عقة على سيرة معارك الهري والقوس وعلى سيرة الأبطال محو حمو الزياني وأحمد الحنصالي وعلى ظلم قيادي المنطقة وتجبرهم وغطرسة المستعمر الفرنسي في زاوية الشيخ لقباب تارجيس ومريرت. نفسيا كل الدوافع النفسية كانت مناسبة لتخلق من ذاك الطفل الجندي القاسي والمنتظم. لم يبلغ عقة بطوله الفارغ وهامته وقوته الجسدية 19 حتى تم اختياره ليكون من الجنود المشاركين في الحرب العالمية الثانية. التحق بالجيش الفرنسي وشارك بفعالية رفقة الجنرال أفقر في معركة مونتي كاسينو، وأبلى البلاء الحسن بشجاعة قل نظيرها أثارت إعجاب الفرنسيين وهو في الصفوف الأمامية للحرب ككبش فداء. ظل ما بين 1945 نهاية الحرب إلى 1951 في صفوف القوات الفرنسية بالمغرب متتبعا صراعات الحركة الوطنية وبداية المقاومة المسلحة وعملياتها الفدائية، مشحونا كذلك بأحاديث المستعمر الفرنسي. ما بين 1951 إلى نهاية 1953 سيشارك في حرب الهندوشين، الحرب الهندية الصينية
إلى جانب القوات الفرنسية مع الآلاف من المغاربة في حرب نفسية مدمرة لا اعتبار فيها للإنسان ولا للحيوان، يتحول كل من يشارك فيها إلى آلة للقتل وينتزع الخوف من قلبه إلى الأبد. وهكذا أصبح الشاب البالغ من العمر 23 عاما الجندي المجهول في هذه الحرب شابا لا يعرف الخوف إلى قلبه سبيلا بشجاعة متناهية. يعود الجندي عق حروش سنة 1954 ليلتحق بوحدة المخزن المتحرك في تكنة أكادير سنة 1960، وسيشارك بفعالية في عمليات الإنقاذ ويكون شاهدا على الزلزال المدمر، ثم سينتقل إلى الرباط وبعدها إلى وجدة، وهنا سيلتقي برفيق دربه الكولونيل محمد عبابو، وتتوطد العلاقة بينهما حتى الممات. فما الذي جمع بين الرجلين في هذه المرحلة؟ أيضا هنا سيلتقي الثنائي بالكولونيل العربي الشلواطي الذي كان عاملا على إقليم وجدة، وسيشارك الثلاثة في حرب الرمال سنة 1963 بشجاعة كبيرة جدا. ينظر الكولونيل محمد عبابو إلى الشاب عق إلى عق حروش بثقافته العسكرية، إلى الرجل أنه محارب فذ قلما تجد مثله، وهو أصغر منه سنا، يعني كولونيل محمد عبابو أصغر منه على الأقل ب13 أو 14 سنة، وكذلك منظهر بمشاركته في الحرب العالمية الثانية وبحرب لاندوشين وبالصعاب التي خطاها وعزيمته القوية وصبره وتجلده أثناء المحن. يعني الكثير من الأحاديث التي كان يحكيها عقا للكولونيل محمد عبابو رسمت صورة مثالية عن الرجل المطلوب. أما حروش عقا من كثرة الحديث مع الكولونيل محمد عبابو خصوصا على المستوى السياسي وعلى المرحلة مرحلة الستينات والأحداث الكثيرة التي وقعت بها ابتداء من انتفاضة 1965 واغتيال المهدي بن بركة وبداية سنوات الرصاص، على المستوى السياسي سيصبح عق حروش منبهرا بالكولونيل محمد عبابو، بل سيصبح مرشده. وتحولت نظرة الإعجاب لدى عق إلى الكولونيل باعتباره المخلص والمنقذ لأحلام البسطاء المغاربة، ومن هنا توطدت هذه العلاقة على أكثر من مستوى، إنسانيا وسياسيا وعسكريا، بالبحث عن الخلاص. انتقل محمد الكولونيل محمد عبابو إلى الحاجب وجلب معه رفيقه عق حروش، ثم بعد ذهابه فيما بعد إلى المدرسة العسكرية بهرممو جلبه أيضا، وهنا سيلعب الرجلين أدوارا طلائعية في بداية التخطيط لانقلاب يوليوز 10 يوليوز 1971 بمباركة الجنرال المذبوح وكذلك العربي الشلواطي وكذلك الرأس المدبر أفقير الذي كان مهندس العملية من بدايتها إلى نهايتها والبحث عن المنفذين. حكايتنا مع عق حروش لن تنتهي هنا،
هناك الكثير والمزيد من التفاصيل، ابقوا معنا. تحولت شخصية عق حروش إلى خاتم في أصبع يد الكولونيل محمد أعبابه، وأصبح طوع يديه، وكل ما يقوله أعبابه هي الحقيقة المطلقة في عملية غسل تام للدماغ، وأصبح ينفذ مطالبه من نهب وسرقة بطاعة عمياء، خصوصا بعد الانتقال إلى المدرسة العسكرية هرمامو. داخل هذه المدرسة أصبح عق الرجل الأول في هذه المدرسة، مكونا لدى الجميع صورة من الهيبة المطلقة والانضباط الكبير، وملهما للكثيرين. نفذ عق حروش في إطار تنمية المدرسة والبحث عن موارد لها وتجهيزها إلى عمليات السطو والبلطجة على أموال المواطنين وأموال الدولة وعلى المواشي والرمال والخشب وكل ما يجد أمامه، ونقلها في الشاحنات العسكرية رفقة بعض الجنود دون عصيان للأوامر، وفي محاولة لإعدادهم على خوض تجربة سياسية قاسية هي انقلاب الصخيرات. للإشارة كان عق حروش منصتا بشكل جيد ومستمعا لأحاديث الثلاثي والرجل الغائب، يعني الثلاثي الجنرال المذبوح والكولونيل محمد عبابو والكولونيل علب الشرواطي، والرجل الغائب من طبيعة الحال هو أفقير الجنرال أفقير، سواء بهرممو أو بالقنيطرة أو بفيلا للسهر نواحي مدينة سيدي قاسم. في انقلاب الصخيرات كان عقا مدركا لما يفعله من البداية، فهو اليد اليمنى والطويلة لمحمد عبابه، وعلى علم كبير بالكثير من التفاصيل. بعد رصاصة يعني منه من رشاشه أدت إلى قتل الجنرال المذبوح وطبيب الملك بإعازة من طبيعة الحال من الكولونيل محمد عبابه بالقصر الملكي، بعد انطلاق الانقلاب في 10 يوليو 1971، مخلفا المئات من القتلى والجرحى والمعطوبين وحالة من الخوف الشديد. انتقل يعني في مشهد دراماتيكي وأمام مبنى الإذاعة والتلفزة الوطنية اعترض طريقهما ليطن محمد الطايع، وهو يلاقي ثلاثي الموت محمد عبابه والشلواطي وعق حروش أمام باب الإذاعة. لم يرغب الشلواطي في يعني في التفاصيل لم يرغب الشلواطي في قتل صديقه محمد الطايع بحكم الصداقة التي كانت تجمع بينهما، فاستل محمد عبابه مسدسه وقتل ليطن محمد الطايع، كما لعلع رصاص القوات المساعدة من كل الجهات ومن الأسطح، وبدأ عق حروش برشاشته A2 في مشهد هوليودي بقتل العديد من الجنود والعساكر، ومخلفا مزيدا من الأرواح بقامته الكبيرة في نصر كبير، على اعتبار أن الرشاش ثقيل جدا ومعه سلسلة طويلة من الرصاص تحتاج إلى قوة بدنية جيدة. دخل محمد عباب الإذاعة وكذلك برفقته عقا والآخرون في عملية زهو بالنفس ونصر قريب. يعود عباب وعقا وعاشور وأمزير إلى القيادة العليا للطماجور، وهنا قصة ثانية في انقلاب الصخيرات وفي حياة عق حروش. داخل للطماجور
وفجأة يأتي الجنرال البشير البوهالي بتجربته الطويلة في الجيش مناديا على محمد عبابو بلغة من العجرفة، وطالبا محمد عبابو الاستسلام ونزع السلاح. وبعد حوار قصير ومتشنج والكل يتوجس سلاحه، بدأ تبادل إطلاق النار والرصاص، وهكذا قام عق حروش وعاشور، هذا الجندي الذي سنتحدث عنه في فيديوهات لاحقة، بإطلاق أعيرة نارية اخترقت الجنرال أو جسد الجنرال البوهالي، وسقط محمد عبابو بإصابة بليغة. طالبا من لجدان شاف عق حروش بتنفيذ آخر أمر من الكورنيل محمد عبابو بإطلاق النار عليه. تردد عق حروش قليلا، هناك نوع من التردد، نظر إلى رفيقه نظرة وداع، وفجأة أطلق سيلا من النيران على جسد الكورنيل محمد عبابو، والحزن يتملكه، لقد مات المنقذ والمخلص كما ينظر إليه عق حروش. بعد منظر مقتل قائد الانقلاب واختلاط الحابل بالنابل كما يقال، استسلم الجنود، وجد عق حروش في زاوية في مطبخ لطماجور وسلاحه بالقرب منه. حكم عق حروش وباقي المشاركين في انقلاب الصخيرات، وحكم عليه بالمؤبد، وتم نقله إلى السجن المركزي بالقنيطرة، وبعد ذلك تم نقله إلى معتقل إف طروة بطريق زعير. في هذا المعتقل السري زار أولا الجنرال أفقير عق حروش الذي حدثه عن عمليات انقلاب صخيرات، ووعده الجنرال أفقير أنه قريبا سيعود إلى منزله وعائلته في إشارة ثانية لإعداد انقلاب البوينغ 1972 مع أمقران. زيارة ثانية عرفها الرجل، حيث حمل من المعتقل معصوب العينين حتى وجد نفسه في قاعة مع الملك الحسن الثاني، وسأله الملك هل تعرف هذه القاعة؟ أجاب عق نعم. قال أخبرني عن التلميذين اللذين حاول اغتصاب سيدة من القصر. فكان جواب عق لا أعرفهما. ثم سأله مرة ثانية نفس السؤال، فقال عق نفس الجواب لا أعرفهما، حسب شهادة ابن عق حروش المسمى واعلي حروش في حوار مع جريدة الأيام المغربية. للإشارة، واعلي حروش قبطان في الجيش المغربي، واشتغل لمدة 38 عام وتقاعد في صفوفه. قضى عق حروش من تاريخ الانقلاب 10 يوليوز إلى 12 يوليوز 1975 بالمعتقل السري إف طروة بطريق زعير مع محمد عبابو، الحسين المانوزي والأخوان والأخوين بوريكات. وفجأة وجدوا يوم 12 يوليوز الأبواب مفتوحة أمامه، فهرب الأربعة وبقي عق حروش مع الحسين المانوزي عند قائد عين عودة الذي كان صديقا له، وبات عنده، وخوفا على نفسه من الاعتقال أمرهم بالرحيل والفرار. واتجه الرجلان إلى غابة زعير، وبالضبط غابة كريفلا ناحية حد البراشوة. ستتم محاصرة عق حروش من عناصر مختلفة من الجيش، وبعد مقاومة سيتم قتله والقبض على الفارين. وهناك في هذه العملية أكثر من قراءة لهذه العملية، إطلاق المعتقلين ومشهد قتلهم
في الغابة واعتقالهم كأننا في فيلم هوليودي. وهناك أيضا أكثر من علامات استفهام حول من أطلقهم وكيف أطلقهم، وكذلك العديد من النقاط العالقة في حياة هذا الجندي. مشهد أخير يوحي بالانتباه. صورة حقا في المحكمة بأنف مثل العقاب وحاجبين معقوفين وشارب قصير، ينظر بنوع من التأمل إلى أطوار المحكمة كما في الصورة، غير عابئ بما يقع، وحاملا معه علبة من الأسرار السوداء في جعبته. إلى هنا نأتي على نهاية حلقتنا. كل المنى، شكرا لتعليقاتكم وتفاعلكم وتنبيهاتكم وتوضيحاتكم واقتراحاتكم كذلك، ودعمكم المستمر للقناة. وإلى لقاءات متجددة بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.